مزبوط كشفتيني بالنهاية، بس لا تفرحي يا قسم، اوعك تفرحي، لأنه هالفرحة رح تتحول لغصة وقت يوصلك خبر موت ابنك السلطان. خرسي أحسن لك، أنا ما بتمشي علي مثل هيك ألعيب. لما تشوفي جنازة ابنك تعرفي إذا كان هالشي كذب ولا حقيقة. سكوها فورا. يا غوات احمو السلطانة. سلطانة هاد أنا، الوضع صار خطير، خلينا نمشي. أيامكن انتهت يا قسم، أيامكن صارت معدودة أنت وابنك. سلطانة 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 سلطانة. سمو الأمير، السلطان مراد انتقل لرحمة ربه. يا ريت ما قتلته يا فرحات. بس هو ما ترك لي خيار تاني. انتهى الموضوع يا سمو الأمير، هلأ العرش صار لإلك. إبراهيم استحي يبكي، انتو ليش عم تبكوا؟ خلص لا تخافوا، ما حدا بيقدر يأذيكم، أنا رح أحميكم. بخاف يتلوتوا إيدي بالدم،
بخاف كون سلطان ظالم وتتلطخ ايدي بالدم. بخاف كون ظالم. انا ما بخاف من شي. كنت صغير بوقتها، بس هلا فهمت. أنا كم مرة نبهتك يا سلطانة؟ ليش طلعتي لبرا؟ كان بدي شوف رسول الفرس لأضمن الاتفاق اللي بيننا، بس اللي ما فهمته لهلأ، أنت كيف عرفت أني طلعت على السوق؟ سمعت صنوبر خانم أنه قسم سمعت بموعدك بالسوق، فبعتت لي خبر مع إدريس آغا ولحقناكي فورا. الحمد لله اللي ما تأخرت. أنا من هون ورايح، ما رح أسمح لك تطلعي من هون أبدا. رح أقفل البواب عليك إذا اضطر الأمر، لأنه إذا بصير عليك شي ما عاد بهمني شي لا العرش ولا السلطنة. يا ريت تستوعب اللي عم قوله. الشي اللي بيعطيني معنى للحياة هو أنت يا سلطانة. سينام باشا، أنا فهمانة عواطفك ومقدرتك وحبك، بيهمني وبيعني لي، بس ما في أمل من هالحكي. لا تنسى أني أم أمير وما عندي غير هم واحد بالحياة، هو ابني الأمير بيزيد. سيطر على عواطفك، العواطف بتضعف الإنسان وبتخليه يغلط. سلطانة، هلأ بدك توعدني، لو شو ما كان مصيري انت بدك تعيش، ولآخر نفس بحياتك حتكون جنب ابني الأمير. وعدني بهذا الشيء. بوعدك، بوعدك يا سلطانة. ما رح تنفدي من بين إيدي، لهيك احكي أحسن لك. السلطانة قل بهر لساتها عايشة؟ ومين الباشا؟ قولي لشوف. ما عم أفهم عليك يا فاريا، ليش عم تعذبي حالك؟ مشان مين؟ انت شو قصدك؟ شو رح تستفيدي بالآخر؟ وقت تولدي شو رح يصير فيكي؟ رح ياخدوا ابنك من بين إيديكي، والسلطان مراد فوراً رح يقتلك مثل ما عمل بالسلطانة عائشة. لو كنت مكانك ما بضيع وقتي وبهرب من القصر. لا تفكري بحالك، فكري بالولد اللي رح يولد. ليش أصلاً أنت مين طلب رأيك؟ هم؟ أنا زوجة السلطان مراد الشرعية، ومو أنا اللي بفكر أهرب مثلك. عم تفهمي؟ مو أنا. فكيها مدى. الكل رح يشوفوك على حقيقتك. قومي بعدي، امشي لشوف. سلطانة، امي رح تطيبي، لا تقلقي. حجي آغا، وين الحكمة لهلأ؟ روح جيبه، روح. بعدت لهم خبر سلطانة. وكيف صار هيك؟ شو وصل أمي لهي الحالة؟ كنا رح نمسك السلطانة قول بهار، وفجأة إجوا رجال من التمين وهجموا علينا، وبهالعجقة قول بهار هربت والسلطانة الأم غابت عن الوعي. حجي آغا، أنت شو اللي عم تقوله؟ الشي اللي عم بسمعه مزبوط؟ قول بهار ماتت من شهور؟ كل بهار عايشة وعم تخطط لشي، هي وابنها بيازيد. إن شاء الله السلطانة تتعافى بسرعة.
وإلا كلنا رح نروح فيها. ما تخافي رح تتعافي إن شاء الله. امشي لاليزار خانو، تفضلي. وثقتوا فيها وبعتوها للسلطان وبالآخر طلعت خاينة. سلطانة أنت شو عم تقولي؟ سلطانة قل بهار عايشة والجارية صنوبر جاسوسة لإلها. كذب، لا تصدقي كلامها، أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. لا تصدقيها، كل شي عم تقوله كذب. سبقوني أنتوا على جناح السلطانة، سلطانتنا تعبانة ووضعها خطير. ليش؟ شو بس سلطانة الأم؟ غايبة عن الوعي وحالتها خطيرة كتير. بقدر ساعد السلطانة وإشفيها. خرسي أنتي، الله أعلم شو في براسك ولا شو عم تخططي. هلأ صحة مولاتنا السلطانة الأم أهم شي. حقيقة وضعها ما بعرفه، بس أنا متأكدة إنه فيني إشفيها. اسمحوا لي شوفها. شو عم تسقيها؟ قطر؟ ما القطر بيضرها ورح تسوق حالتها. اسحقن تصدقوها. صنوبر عم تتواصل مع السلطانة جولبهار، انا اليوم مسكتها. جولبهار؟ انت كمان؟ سلطانة هلا مو وقته هذا الموضوع. حجي اغا انت قلن انا بعالج السلطانة دائما، خليني عالجها هالمرة كمان. مرض السلطانة معروف، قطعت حلو بتريحها. لا لا ما بيصير هيك، بتقتلوها لا سمح الله. يا ربي دخيلك لطفك ورحمتك. وضع سلطانتنا عم بيتدهور يا سمو الأمير، كلام الجارية مزبوط. والعمل هلأ؟ لو سمحتوا اسمحوا لي اتصرف، أنا بعرف العلاج المناسب. شو علاجها؟ خلصيني احكي. بالأول ضروري نسقيها مي، لازم تشرب كمية كبيرة، وبعدين رح أحضر لها مرهم خاص، بس بدي تجيبولي ورد وترمس وكركم وحلبة. يا حكيمة شو ناطرين؟ روحوا جيبوا لها اللي بدها اياه، وانتي لا توقفي روحي شي بمي. روحي. نحن في عنا كركم وحلبة بالقصر، بس الترمس المر ما عنا منه، بالسوق ممكن نلاقي. انا حروح جيبه. امي كرمالي تحملي. انتي متأكدة انه هاد الشي رح يفيدها يا صنوبر؟ اي نعم يا سلطانة حيفيدها اكيد. طمنوني شو الوضع؟ لساتها على حالة وعم يسقوها مي. جبت اللي وسطك عليه صنوبر؟ ايه جبتهن. هذا الترمس المر، يلا تصرفي بسرعة. حاضر يا سمو الامير، خليكن عم تسقوها مي. بيلزمني سكين حدة كمان. شو قلتي؟ وانت شو بدك بالسكين؟ لأنه من الضروري ساوي جرح صغير بجسمها، المرهم المفروض يفوت لجوا. أعطوها طلبة. معي يا خانم، إذا أمي بيصير عليها أي شيء رح يكون آخر يوم بعمرك.
ننطر وعم نستنى الوقت المناسب، ولما اجتنا الفرصة لنخلص منه ونوصل لهدفنا انت دمرتي كل شيء. قبل ما تلومني بس اسمعني، عفرض السلطانة قسم ماتت كنا مستحيل ننفذ، لأنه السلطانة فاريا مبارح كشفتنا وسمعتني وقت كنت عم بحكي معك وضربتني على رأسي وحبستني، ولما ما اعترفت قالت للست لاليزار. ولا تخلصي من التهمة اللي ممكن تتوجه لك امتي ساعدتي السلطانة قسم. لا تقلق، هذا حل مؤقت. والسلطانة فاريا شو وضعها؟ شكلها رح تجيب لنا وجع راس كتير. رح أخلص منها، لا تشغل بالك. رح أعمل لها سم لتجهد ابنها وتموت بعدها. هالفترة ما بدي شوفك بنوم، لا تحكي معي ولا مع سنان باشا، العيون رح تكون علينا. مرضى اسمه داء السكري، وبالعادة لما كانت تتعب كنا نعطيها سكر نبات أو قطر أو أي شيء حلو وفوراً تستعيد وعيها. بس هالمرة ما فهمنا شو اللي صار بالضبط. وليش نحنا ما منعرف؟ ليش خبيتوا هالشي عنا؟ سمو الأمير، السلطانة وصتنا ما نقول منشان ما حدا يزعل. عتيقة صدقيني، شفتن بعيوني وسمعت شو قالت له بإذني. فاريا، المخلوقة عم تساوي المستحيل لتنقذ أمي. لو مزبوط ليش لحتى تساعدها؟ وشو عرفنا أنه رح تنقذها؟ ما حدا بيعرف شو هالدواء، بلكي هي السبب بهالمرض. سلطانة فقتي؟ امنا فائت، امنا فائت يا جماعة. الحمد لله ربنا استجاب لدعائنا. امي، الف الحمد لله، الف الحمد لله، موتينا خوف. سلطانة، لا تصدقي كلامها، صنوبر جاسوسة وبتشتغل لصالح جولبهار. كانت واقفة مع الآغا ووسطه وقالت له خبر الباشا مشان ينبه السلطانة جولبهار. مين بيكون الباشا؟ ما ذكرت اسمه، بس بما أنها موجودة خليها تقلك. مولاتي السلطانة، بحلف لك أنه هالحكي كله كذب وافتراء. السلطانة بدها تخلص مني مثل ما تخلصت من السلطانة عائشة بزمانها. مين بيعرف، بجوز تكون على علاقة بالسلطانة جولبهار وعم تتواصل معها. لك انتي منين اجتك الجرأة لحتى هيك تقولي؟ اهدي يا فاريا، وانتي انتبهي على كلامك. سامحيني، بس السلطانة بتهددني على طول وطبيعي دافع عن حالي. بعدين إذا كلامه صحيح وكنت خاينة، ما كنت داويتك أبدا. بعد ما كشفناها داوتك لتغطي على عملتها، هذا ملعوب. أنت كيف قدرتي تعرفي شو هو مرضي؟ وكيف لقيتي الدواء بعد ما كل الحكمة عجزوا يلاقوا؟ لأنه المرحومة والدتي كانت مريضة بنفس هالمرض كمان، ومن فترة لاحظت عليك الأعراض نفسهم، بالأخص العفو من حضرتك وقت نفاكي مولانا. تعبتي زيادة وحجي آغا طعماكي سكر وقتها تأكدت. سلطانة، الآغا اللي كان واقف معها اسمه إدريس آغا. إدريس آغا أنا بعرفه منيح يا سلطانة، صنوبر كانت تبعته يجيب الأغراض. الحمد لله أنه في شاهد
فعلا قديشك وحدة كذابة ووقحة. أنا بعيوني شفتكن. بكفي بقى، حاجة تحكوا أعصابي مو متحملة. هلأ يلا نصرفوا. شو هالمصايب هاي؟ ما بكفيني قصة جول بهار، ما بكفيني الحكي اللي قالت لي اياه. معقول يطلع اللي قالته جول بهار مزبوط وما ارجع شوف ابني؟ الله يحميه يا سلطانة. جول بهار ما بيتاخد بكلامه ابدا، اصلا كل هدفها تشوش تفكيرك.